معانا على التليفون كمان شخصية جميلة جدا جدا الحقيقة، واحد من الناس الحلوين قوي، و سبعبع. ازيك يا سبعبع؟ دكتور عمرو، علمنا الكبير والقامة الكبيرة، مبسوط اني موجود مع حضرتك. هو انت هتنصب عليا ولا ايه؟ في ايه؟ راكبني الراجل اللي عنده الارض يا باشا، بتقول له ايه؟ يا باشا واتي. ازيك يا باشا واتي؟ ازيك يا باشا واتي؟ وحبايب قلبي كلهم، انا مش قدام التلفزيون مش شايفين معايا، في كل العصابه منوره. وحشني يا سبعبع حبيبي. اولا يا سبعبع انا عايز اهنيك، وطبعا انا يعني مقدر جدا انك انت مع المخرج الكبير شريف عرفه النهارده بتصور، وكان يسعدنا جدا وجودك. انت فنان كبير على فكره، وادائك اكتر من رائع. انا اولا بهنيك على المسلسل وعلى الدور الجميل، بقول لك مبروك. واحكي لي بقى عن الكواليس اللي مع الفريق الجميل اللي قاعد معايا ده، اللي هم كلهم مفتقدينك من ساعه ما جم. اي والله، وانا كمان مفتقدهم، بس غصب عني، واكيد حضراتكم عارفين. لكن انا بقول ده يعني من ساعه ما ابتدى المسلسل يبقى ليه صدى، وبشوفه وبلمسه في الشارع، بقول كل ده ينسب طبعا دي الفضل لكلمه السر العبقريه الاستاذه كامله ابو ذكري، ثم القيمه الانسانيه اللي شفتها من اول النجوم مع الاحتفاظ بكل الالقاب، اسد ياسين ونيلي كريم وكل المجموعه. بصراحه عايز اقول حاجه يعني، واقول لحضرتك، وفي وجودهم اعلى لزمات وافيهات بكاركتر ما مننا مش بتاعته هو، بيبقى حد من زمايله اللي مديهاله. زي ايه مثلا؟ يعني انا مثلا عز الدين ايبك دي اسر ياسين اللي مديها لي اهداء كده واحنا في البروف. وحاجات كتير ما بيننا، وده كان يعني بصراحه كان في انكار ذات كده عظيم ما بيننا، وده الحمد لله اللي وصل للناس. طب سبعبع، الكواليس بقى بتاعت الشغل، يعني انتوا كلكم ما شاء الله، انا حسيت ان كنتوا بجد نصابين وحراميه، يعني من كتر ما انتوا يعني حسيت ان في تلقائيه جامده جدا جدا. وبعدين الناس يمكن جزء كبير جدا كنتوا كسرتوا الايهام، يعني خلاص احنا صدقناكم، فخلاص فعايشين معاكم بقى يعني، وخايفين عليكم وخايفين البوليس يقبض عليكم، ودي حاجه كانت يعني غريبه جدا ان الناس تشجع مجرمين ان هم يرموا البوليس. كلمني عن الكواليس بقى. كواليس وصول الحاله دي للناس، يعني انا بعتقد بتفسير متواضع ان الناس في اللحظات دي وفي الايام دي كانت محتاجه لشكل ما من الماده الفنيه كده فيها جزء كبير من الفانتازيا عشان يروحوا فيها وينسوا الضغط اللي حصل علينا جميعا. فصدقوا الفكره، وناس طلعت في البلكونات تزغرط وتسقف بعد نجاح السرقه الاولى. طب انت قول لي يا سبعبع، انت اكتر سرقه حبيتها ايه في المسلسل؟ البنك طبعا. طبعا. رائع. هو كل السرقات حبايبي يعني. لكن امتعهم يعني بالنسبه لي البنك ثم المجوهرات. طيب شريف، خليك معايا لحظه واحده. الفنان شريف بيسوق عمل بقى سبعبع بشكل جميل، عايز كل واحد يحكي لي ذكرى معاه بقى، هو بما انه معانا. نبدا بنت اختك اهي. خالك على التليفون اهو. ازيك يا نجوميه، عامل ايه؟ حبيبتي ليك وحشه. حبيبي. مليون مبروك ليك يا حبيبتي. حبيبي. لا، ليا ذكريات كبيره مع رضوى دكتور عمرو. حس ان رضوى بتبقى قبل ما نبدا الشوط، ما تخافيش يا رضوى، يعني هقول حاجه كويسه. ايوه، ولو في حاجات مش كويسه اقولها برضو، مش مشكله يعني. قبل ما نبدا الشوط بتبقى رضوى من النوع اللي بيذاكروا ويقعدوا يؤدوا الاداء بتاع لحظه الشوط كتير كتير كتير، لدرجه انها مثلا ممكن ما تسمعش كلمه اكشن وهي مندمجه في الاداء ما قبل الشوط، فده كان بيموتني ضحك منها يعني دي. وكمان ده ينسب فيه الفضل للعظيمه اللي بسميها، قلت لها لقب المسحوره دكتور عمرو، دنيا ماهر حبيبه قلبي. هي دنيا جنبنا اهي بقى، احكي لي ذكرياتك مع دنيا حبيبتك بقى اهي. الكئيبه نجلاء الكئيبه. عايز اقول لحضرتك حاجه بخصوص الحاله الادائيه بتاعت دنيا ماهر. كانوا زمان العمالقه بيطلقوا كده على بعضهم في الكواليس، بما اني عشرتهم شويه، يقول لك الممثله دي ملبوسه. مسحوره يعني. هي دنيا ماهر بصراحه يعني عبقريه، وعندها كتير جدا، وكانت مصدره لنا حاله وبتأدينا كده بالاندماج المنضبط. ربنا يخليك. طيب مصطفى درويش اهوت معانا. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، عم الجيمات كلها.
استاذ مصطفى ده يعني حته كده عسليه الكواليس يا دكتور عمرو. يعني بينشر كده حاله حب كده وطمانينه كده بتواضعه الجميل وحد موهوب كده زي ما بيقولوا كده بسلطنه. الله يخليك. نصاب ايه بس يعجبك معلم؟ بس قول لي بقى، هو ولا محمد عبد العظيم بقى الاستاذ الكبير ده بقى البطايق يا بيه واضرب ده زعلان من منين يا استاذ عبد العظيم؟ لا لا يا حبيبي ما زعلتش منك ابدا. لا يا حبيبي عشان كنا بنعكسه كتير انا والكلام ده حب يعني حوالين كاركتر عم. شكرا على ثقتك يا سبع بعد الافيه الشهير بتاعي. وبالمناسبه لقب سبع بعد ده ينسب فيه الفضل لحبيبه قلبي علا رشدي، هي اللي ناديتني بالاسم ده من اول شوط كنا مع بعض فيه. عموما انا بهنيك وبقول لك يعني احنا مفتقدينك وبقول لك مبروك، انت فنان عظيم فنان كبير وانا سعيد جدا باللي انت قدمته، اسعدتنا جدا في رمضان ودايما كده تمتعنا باعمالك الحلوه يا سبعبع. يا شرف ليا يا دكتور والله المداخله دي مع حضرتك، وبهني كل زمايلي اللي شرفت بالتواجد معاهم في وشك. ربنا يخليك، متشكر جدا.